السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع بيحول أي صورة عندك لصورة SVG، اسمه SVG Converter. مجرد إن أنت ترفع أي صورة يحولها لك لصورة تنفع تشتغل عليها على الإستريتور وتقدر تتحكم فيها بشكل قوي. طيب خلينا مثلا أرفع اللوجو دوت وتبدأ تتحكم بقى في الشفافية بتاعة الباك جراوند، في الألوان، عايز تخليها أبيض وأسود زي ما أنت عايز. عايز تخليها بأن امتداد ممكن تحولها ل EBS او PDF او AI زي ما انت عايز. الصورة دي SVG فتقدر ان انت تتعامل معها فيكتور وليس بيت ماب. هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو، تقدر تعمل كاستم لباليتة الالوان زي ما انت عايز، عدد الالوان اللي انت عايزها، وبعد كده تقدر تعمل شير او تقدر تعمل داونلود. من هنا تقدر تعمل داونلود على امتداد SVG او اي امتداد تاني انت تكون مختاره.